مشاهدينا نروحوا للضيف الموالي حسين يحيى. نبدأ بسؤال الأول، أنت ما حبيش تذكر الأسماء، نقول لك سعدان مقدادي والوزير بوشامة، هل هذا هو الثلاثي اللي منعك من كأس العالم 86؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ما تسامحهمش؟ لا مسامح كريم، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. ما زالها في قلبك؟ بزاف. لعبت في الناس كثير كما قلت، لعبت في إيرلندا الفريق لينفيلد. لينفيلد نعم. رغم لعبك في هذا الفريق يعني وكنت طموحك البقاء في أوروبا أكثر، ما ريحش، علاش عاودت وليت المشاكل السي ار بي؟ لا لا، هذه المرة الأولى سألتني فيها كصحفي مكتوب الله، كنت لأن إيرلندا كما تعرفون بعيدة على أوروبا شوية، بعيدة وجوز موسم كان من ناحية رياضية ما شاء الله، لكن ناحية المعيشة ذاك الوقت أنا والزوجة شوية كما احنا نقولوا غربة شوية كحلة. حاب تروح للبرتغال، كان عندك عرض؟ كنت رايح للبرتغال، كان عندي اتصال تما كذلك بالزملاء اللي كانوا تما يلعبوا، ولكن في قعدت 3 شهور وانا في الجزائر في اتصالات، في اخر وقت ما تفهمناش على المبلغ، مكتوب الله حاضر رجعني للجزائر، وعاودت رضعت كذلك رجعت لبلجيكا باش كل شيء يولي في الجانب المالي اللي ما خليناش نكملوا. وفي لما تكون في عمرك 30 سنة مسؤولين اللي هم كانوا ممتازين في الـ في الـ في, الـ في التخمام وكاع يخلونا نروحوا 29 سنة اللي أنا كنت في نهاية المشوار تاعي، راحت الإرادة، راح الصغر، راحت الإمكانيات، رحت هكذا برك جات الجو، بدلنا الجو، جبنا شويه كما نقول لك اموال اللي تخلينا الحمد لله نعيشوا بها. واش صار لك بينه وبين مدرب زفينكا اللي كنت انت مساعد مدرب له في شباب الوزدات؟ بون نعتبر باش الناس بعض الاحيان كاين صحفيين، لانه انت اكتشفت كثير من الامور خاصه على هذو الاجانب اللي يجوا للكره الجزائريه. ما تقلقش طارق، انا جايك. بعض الصحفيين هما مناجره تاع المدربين الاجنبيين هما جزائريين. ياك خاطينا احنا. بعض انا ما نجبش اسماء والو، بصح يعرفوني كي نمد هم مناجره تاع. وكان انا بالنسبه ليا بعض الاحيان كاين بزاف يقول لك باللي عنده مشكل مع الاجنبي، انا ما عندي حتى مشكل، انا يعتبروا يجي من افريقيا ويجي من المغرب ويجي من اوروبا هو زميل، لما يجيب لنا العوله مال التدريب انا نروح نستنى في الايروبور، لأن التواضع شيء جميل وهو اللي يخليك تمشي. لما يجيب لي علم أنا نخلي له مكاني ونتعلم معاه ونروح للمنزل وناخذ عليه دروس، بصح لما تجيب لي ان كلوشار ان فويو اللي ما عنده حتى جو لو دي بهذه الصفة كان كلوشار، لي كلوشار لي فويو ما نسيتيش الأسماوات، لي كلوشار لي فويو ويعرفوا شكون هما كيزون ils ont entraîné ils entraînent même maintenant ما عندهم حتى. كاين مدربين في الجزائر سبحان الله انا نفتخر راهم في الخليج راهم بارتو راهم في الجزائر، ولكن عندهم شخصيه عندهم مبادئ، ما تدخلوش في العمل تاعو، ما يخلصش المناجر، ما يخلصش الصحفي، وما يخلصش الرئيس. خليني ونكمل على زفينكا، انا ما عندي حتى مشكل معه، مدرب فاشل موش مربي ما عنده حتى تعاملت معه ونهضر لك اقسم بالله الحقيقه، ما عنده تدريب، ما عنده عولمة تدريب، ما يعرف يتكلم، يجي للصباح ما مدافعت على بعض اللاعبين شبان وينجموا يتكلموا ام بلغ اللي راه في بالوزدات تنجم تعرضوا هنا، انا بلاغ قريب جزائري دمو شوي سخون قريب دخلت فيه في المدرب زفينكا على جال بلاغ صباح يا ربي يطيح له في الكلام العيب وكلام الاخر، واش يهضر المدرب واش يهضر عليه؟ النتائج فاشله، عمله فاشل، وبعض الصحفيين داروا حصه على جال زفينكا وراحوا له للمنزل وحبوا يديروا كونفلي بينه وبينه باللي انا اللي كنت نخلط له. نحفر له؟ انا ما نحفرش، انا ما نحفر، والناس خلي الناس تهضر على 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 حياتك. في المقابل يعني توليت ككل مره تدريب شباب الوزداد، لكن الكثير يقول انه حسين يحيى، هل المشكل في حسين يحيى ام المشكل في مسيري شباب الوزداد اللي ما عطاوكش الوقت الكافي لتحقيق افضل نتائج مع شباب الوزداد؟
اسئله شويه صعبه لان فريقي ما نجيبش نهضر اشياء اللي هو في 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 ازمه هذا الموسم، ولكن لا على على حسين يحيى نجاحه في شباب الوزداد ما نتكلمش على الفريق الحالي. يعيطوا لي في كل مره بومبي. لما يكون بومبي وكان عندي الحظ ان سلك الفريق انا والسيد حنكوش اللي نحييه، هذه وحده. ثانيا باختصار فقط باختصار عندنا مسؤولين ويعرفوا روحهم هما سبب الوضعيه تاع سير بي، باسكو يجوا للفريق باش يديروا شيعه باش يديروا اسم. لما يجي مدرب كومبيتون اللي عنده شخصيه ما تساعدهمش، لان هاد المسؤولين هم اللي يمدوا ليكيب اللي تلعب، هما اللي يدخلوا روحهم في لي شانجمون. نعم. وممكن معايا انايا ما نمشيلوش. نعم. هذه هي. هل اليوم نعاود نوليلك ربما لتدريب ماتش للمنتخب الوطني، هل كنت مع تدريب المنتخب الوطني وهل نصحت ربما بعدم تدريب المنتخب لانه للاسف اسم ماجر كلاعب ما كانش نفس الشيء كمدرب؟ لا انا جزائري وندافع على خوتي الجزائريين. نصحت ربما بعدم تدريب؟ نعم نصحت ربما بعدم تدريب المنتخب ما يعاودش يولي. لا وكان تلاقينا ممكن عندي نصائح اللي تخصني بينه وبينه ما نقولهاش في التلفزه، ولكن من حقه يدرب الفريق الوطني. دونك فشل في المهمه تاعو، كان الى اتو بري شيرشي بروندينيك ناسيونال ما نجحش، يعتبر من المدربين اللي ما نجحوش في الفريق الوطني، مي يقعد محترم. الحاجه اللي قصني انا في هذا الشيء هذا لانه هو اخي وزميلي وجزائري، ندافعوا مدربين فاشلين اوروبيين جاوا الفريق الوطني وجاوا في النوادي هم سبب الوضعيه تاع الفشل الكره الجزائريه خاصه في النوادي، ما عطاونا حتى شيء. وكذلك في الفريق الوطني ماجر الناس قطعت عليه تيرت عليه، ممكن غلط لان الكمال لله غلط، ولكن احتراما لتاريخه لما واش مد الكره الجزائريه. بالنسبة لوداد بوفاريك اليوم لأنك مدرب وداد بوفاريك، كلمة عن هذا الفريق اللي لقيته يعاني أنت في دوري الهوات. أنا والله غير فرحان جدا لأن لما جاو ليا سيتون ميسيون كاميكاز، لأن سبع مقابلات لاعبين سبع خسارات ولا هدف مسجل في سبع مقابلات، كان ما كارثي. والحمد لله اليوم رانا ب 27 نقطة، رانا خرجنا من المنطقة الحمراء، وهذا الفريق نعطي له كل احترام لأن ما نتكلمش في الهواء، هذا الفريق محترم عنده تاريخ. ولماذا نحترمه كثير؟ لأن بديت كلاعب في شباب الوزداد، لعب ضد بوفاريك في الماضي في الثمانينات، كلام واضح، لما تروح تجيب نقطة من بوفاريك سير بلوزداد ولا المولوديه تجيب نقطه بوفاريك كان صعيب، راك كان عظمه صحيحه. نعم. شكرا لك سي حسين يحيى على صراحتك معنا. مشاهدينا اذا الان نروحوا للفقره اللي ما كانتش